طيب. تعالوا بقى نعرف تفاصيل أكتر عن هذه الزيارة من المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية. صباح الفل على حضرتك يا باشمهندس، وأهلا بيك معانا في 10 الصبح في الأهلي. صباح النور وصباح الخير على مصر. أهلا بيك يا فندم. طبعا بحكم قرب حضرتك من الحدث، عايزين نسمع منك أنت شخصيا انطباع توماس باخ عن مصر وعن إمكانيات الرياضية الموجودة في مصر، وكمان عايزين نعرف المشاهدين مدى أهمية فكرة الموافقة على الترشح لتنظيم الأولمبياد في 2036. طبعا الزيارة دي كانت زيارة تاريخية الحقيقة لينا كلجنة أولمبية مصرية، وإن يجي لنا رئيس اللجنة الأولمبية الدولية. هي آخر مرة زار رئيس لجنة أولمبية دولية مصر كان في احتفالية 100 سنة على إنشاء اللجنة الأولمبية المصرية، وده كان في 2010، وكان جاك روج كان هو رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الأولمبية وقتها. زيارة باخ مهمة جدا كانت، لأن احنا كان مهم جدا لينا إن هو يشوف البنية الأساسية لمصر وإمكانيات مصر شكلها إيه. توماس باخ يكون زار مصر مرة واحدة بس، يعني فترة قديمة جدا، ما كانش حتى رئيس وقتها. الفترة الأخيرة مصر اتغيرت، مصر اتغيرت بشكل كبير جدا. البنية الأساسية لمصر أصبحت في حتة ثانية خالص. مصر شارت العالم كله من 2019 حتى الآن بتصفيات الدورة الأولمبية طوكيو، بوقت كان صعب جدا في البانديميك وكوفيد 19. مصر قالت لا احنا قادرين على ان احنا نشيل هذه المهمة الصعبة. زي ما حضرتك قلت، نظمت بطولات عالم وكأسات عالم على مستوى الكبار والناشئين والشباب في معظم الألعاب الأولمبية وغير الأولمبية. فالحمد لله ان الزيارة دي تمت هذا التوقيت، انه قدر يشوف زي ما هيقول القريه الاولمبيه في العاصمه الاداريه الجديده، منشات حي استاد القاهره، حتى عدينا على السكواش اول يوم لما راح على الهرم من المطار الى الاهرامات مباشره. كان في بطوله السكواش العالميه بتتلعب، وقفنا برضه هناك واخذنا بصه هناك، لان السكواش برضه ما ننساش ان هو من ضمن الالعاب اللي هي في الشورت ليست لاحتماليه وجودها في اولمبياد 2028. لسه بيتم اختيار من هم الالعاب اللي ممكن تخش زياده، فنتمنى برضو التوفيق للسكواش. فكان مهم جدا ان هو يشوف كل ده. طبعا احنا بنقول ان في عندنا لسه حاجات عايز تطوير، طبعا لسه في عندنا حاجات محتاجه تطوير، ده اكيد. كان عندنا اجتماعات النهارده قبل مغادره باقي البعثه الحقيقه الى لوزان، وبرضو كنا بنتناقش معاهم في ايه هو المطلوب تاني تعديله، وايه الاضافات اللي المطلوب ان احنا نتكلم فيها. انما اهم خطوه كانت هي موافقه السيد الرئيس ومباركته ان احنا نمشي في ان احنا نجهز ملف قوي لمصر، ملف لائق لمصر نقدمه لاستضافه اولمبياد 2036. الناس برضه لازم تعرف ان ده مش معناه ان مصر خدت 2036، ده معناه ان احنا هنقدم ملف. في بعض الدول الاخرى مقدمه ناوية انها تقدم ملفات برضو، تمام. وكل هذه الاجراءات سوف تبدا بعد اولمبياد باريس 2024، الكوميشن الخاص بالاي سي الخاص بالهوستنج بتاع الاولمبياد هيجتمع وهيبص على الملفات وهيبدا يزور الدول ويتاكد من كل المنشآت كل الاجراءات الحقيقه. بس على ذكر الملفات يا فندم، ما فيش شك ان الملف المصري بقى مليان يعني بالعديد من نقاط القوه، يكفي بس التفصيله وبعيدا كمان عن البنيه التحتيه، التفصيلة اللي حضرتك تفضلت بيها من شوية واللي كنا أنا ونهواند بنتكلم فيها برضو من شوية، فكرة حسن استضافة مصر وتنظيمها ل 11 فعالية ل 11 بطولة ما بين بطولة عالم أو كأس عالم في رياضات مختلفة، أكيد التفصيلة دي لازم تتاخد في الاعتبار، خصوصا وقت كوفيد اللي كان فيه دول عظمى في بعض الأحيان يعني بتتلكك عشان تأجل أو حتى تقوم بإلغاء فعاليات تقام على أرضها نظرا للإجراءات الاحترازية. الكلام ده مظبوط طبعا، وقالوا توماس باخ في كلمته الحقيقه اللي قالها في اللجنه الاولمبيه، وقالوا كمان امام سياده الرئيس، وشكر مصر على وقوفها لانقاذ الرياضه العالميه في فتره صعبه جدا. وزي ما حضرتك قلت بالظبط، نقطه القوه الكبرى عندنا هي البطولات الكبرى. البطولات الكبرى مش يعني بعمل بطوله دوليه عاديه، لا، لما اعمل بطوله عالم للكبار تحديدا او للناشئين الشباب او مرحله من مراحل كاس العالم، ده حاجه مش سهله جدا. وبشكر جميع الاتحادات المصريه اللي قدرت انها تجيب بطولات كبرى بهذا الحجم الى مصر. الحقيقه كتير، الحقيقه احنا بنتكلم على السلاح، الخماسي الحديث، الجمباز، كره يد، رمايه، سباحه، الرمايه طبعا.
يعني كذا اتحاد، بس يعني في على الاقل نصف الاتحادات المصريه قدرت في السنتين اللي فاتوا انها تجذب بطولات كبرى الى مصر، وان شاء الله هنقف احنا كلجنه اولمبيه مع باقي الاتحادات كمان عشان نساعدها انها تجيب بطولات كبرى الى مصر، لان لازم طبعا دي تبقى تعتبر تجارب مهمه بتبص لها اللجنه الاولمبيه الدوليه، هل مصر نجحت في لعبه كذا وكذا وكذا في اقامه بطوله بحجم بطوله العالم، لان بطوله العالم هي زي الاولمبياد بالظبط، هم نفس اللاعبين نفس المنشات نفس التحكيم نفس كل حاجه الحقيقه اللي بيتطلبها الدوره. جميل، احنا بنشكر حضرتك على وجودك معانا النهارده جزيل الشكر، وتمنياتنا بالمزيد من النجاحات ان شاء الله. حلو.